ولمزيد تسليط الضوء حول مخاطر هذا الفيروس وكيفية مقاومته تحضر معنا في الاستوديو الدكتورة والأستاذة الجامعية في الأمراض الجرثومية ريم عبد الملك. أهلا بك سيدتي. كنا نتابع لتجربة منفردة للعزل الصحي الذاتي، كيف ترين هذه التجربة؟ لنعرف في البداية بالعزل الصحي الذاتي، فيما يتمثل هذا الإجراء؟ ما هو مفهوم العزل الصحي الذاتي وكيفية اتباعه بالطرق الصحيحة؟ عسلامة. هو الفيروس كي مش نتعدى به مش يقعد في فترة حضانة ما بين نهارين 14 يوم، نبدأ أنا نعدي ويخرج في الهواء نهار قبل ما يظهروا عليه العلامات. هذاك علاش احنا أي واحد جاي من أوروبا ولا من بلاد فيها المرض ينتشر بسهولة في الشعب نتاعها نقولوا له يزم تقعد 14 يوم في العزل الذاتي. علاش؟ على خاطر بالنسبة لينا ما نعرفوش وقتاش مش يبدأ يعدي، يجم يكون جاي في أخر الحضانة وإلا في أول الحضانة، وكي مادامنا ما نعرفوش العلامات وقتاش مش تظهر، هذاك علاش نحطوه 14 نهار كاملين حتى لين توفى كاملة فترة الحضانة هذه باش ما يعدي حد. كيفاش مش يعملها هو العزل الذاتي؟ العزل الذاتي مش يقعد في بيته، ما هوش مش يقعد في الدار، ما هوش مش يخرج للشارع، ما هوش مش يمشي لأقاربه، ما هوش مش يخليهم يجيوه للدار. دونك يزمو يقعد، كانوا في دار واحد في دار وحده يجم يحوس فيها كما يحب هو، اما يزمو يعقم وراه وديما يغسل يديه، واللي مش يجيب له قضية يحطها له قدام الباب ويقول له راني حطيت لك القضية، يخرج هو من بعدين. يعني يستطيع الخروج من غرفته وقضاء حاجته مثلا اذا هو في دار وحده يجم يخرج من البيت، اما اذا هو في دار فيها ناس معاه، معناتها عنده مثلا الوالد والوالده معاه والا مرته والا صغاره، يلزم يقعد في بيته اكاهو ما يخرج الا باش يمشي للتواليت. وكي مش يمشي للتواليت احنا نحبذوا انه تكون فما تواليت نتاعه وحده، اما اذا ما فماش والدار فيها تواليت برك مش نكونوا التواليت هذه يلزمها تتغسل بالماء والجافيل واللافابو كيف كيف، بعد ما هو يغسل يديه يتنظف بالماء والجافيل. دونك إذا إنسان في العزل الذاتي وهو في وسط ناس ما هوش عايش وحده في الدار، يزم يقعد في بيت تتسكر بالباب، أما تتهوى على الشارع بالشباك، معناتها ديما نهوي البيت متاعي تهوية الغرفة برشا مرات في النهار باش الهواء اللي في البيت يتبدل، ويزم البيت متاعي نحاول مرتين في النهار نمسحها بالماء والجافيل، وإذا عندي بيرو إذا عندي طاولة إذا عندي كرسي مدامني أنا نكح مثلا في دية، إذا بديت نكح يزمو يتعقم. إذا أنا ما عنديش بالكل علامات ما فماش داعي للتعقيم، أما يلزمني نقعد في بيتي خاطر نجم نكون غدوة مش نبدأ نكح. كي غدوة مش نبدأ نكح راني اليوم ديجا قاعد نخرج في الفيروس في الهواء، ونجم نمسخ يدي حتى كيف مش نشد فمي ولا نفس متاعي، وقتها يزم نظافة بالكدا. هيك علاش احنا نحثو على انه حتى الانسان اللي في العزل الذاتي ديما يغسل يديه بطريقة منتظمة وعلى الاقل مرة في الساعة. دونك في بيتو اذا مش يجيبوا له ماكلتو، ماذا بينا ما يخرجش للصالة بحذاهم ولا للكوجينة باش ياكل، ماذا بينا يجيه طبق للبيت ياكل ومن بعد يعاود يخرج الطبق. اذا ما فماش امكانيه يجم يخرج ياكل، اما وقتها راه مش ياكل وحده، ما هوش ياكل مع الجماعه، على خاطر ديما ما بينه وما بين اقاربه اللي عايشين معاه في الدار يلزم يكون فما على الاقل مترو، معناتها مش نقعدوا ديما هكا، راه معناتها 14 يوم يتعداو بصبرهم اما يتعداو. اما ما نجمش انا تويكا كيما راهو فيه العباد مروحه من فرنسا وايطاليا وعندنا سلاح نتاع مارس الناس كل تهبط فيها وعندنا سياحه كبيره برشا من تونسيين هما بيدهم يهبطوا للجنوب التونسي اللي هو مزيان ياسر الوقت هذا، اما هابطين اعراس ومناسبات، معناتها مش يختلطوا بالناس. معناتها هذا يرتبط بالوعي، وعي المواطن، هذا وعي الناس الكل. اما بالله اللي مش يجي لتونس خاطر عنده عرس يخمم في العبيد اللي يحبهم، راهو اذا مش نقعدوا جايين هكا ومش نقعدوا في وسط الناس ونقعدوا في القهوه الصباح ونتعداو للعرس في الليل، رانا مش نمرضوا الناس اللي نحبوهم، اول عباد مش نمرضوهم هما الناس اللي نحبوهم. نعم، وبما ان يعني الامر يقاس بمدى وعي المواطن بتطبيق هذا الاجراء، ما هي المخاطر التي تهدد هذه الفئه التي لا تمتثل لهذا الاجراء؟
هو فما قانون في الدولة التونسية موجود من قديم الزمان اللي هو الفصل 318 من المجلة الجزائية، واللي هو يعاقب بستة شهور حبس و 120 دينار اللي هي كانت معناتها هي السوم اللي مش يتعاقب بها إذا هو يخالف الحجر الصحي. أخذ لهنا الحجر الصحي منظم بالقانون ويزم الإنسان يكون هو يحترمه. هنا احنا ما هوش مشكل القانون ايش مش يعمل، علاش احنا نوصلوا للقانون؟ نورمالمون اي واحد فينا يزمو يخاف كيما يخاف على روحه يخاف على غيره على العائله والغير، وهذوكم راهم ايش عباد ما يعرفهمش، هذوما عائلته هما اول وحيد مش يضرهم هما الناس اللي يحبهم. ومن بعدين كيف مش يتفشى المرض الحاجه اللي علاش احنا نعملوا في الحجر الصحي؟ اول حاجه خاطر هو ما هوش مرض صعيب ياسر، اما ما هوش مرض سهل زيدا، معناتها فما 80% من العباد اللي مش تمرض بيه ما هيش مش تعمل حالة صعيبة، فما 15% يلزمهم يرقدوا في السبيطار علاش خاطر بسيف ما يتنفسوا، وفما 5% مش وصل للإنعاش. وإحنا في أي دولة في الدنيا فما العدد متاع الفروشات اللي موجودين في السبيطارات وفي الكلينيكات سنتحدث عن هذا الإجراء. دونك نعملوا العزل باش الناس اللي مش تمرض ما تكونش ياسر باش ما تفوتش طاقة الاستيعاب نتاع السبيطارات والكلينيك. نعم هذا يقصى طبعا بمدى وعي المواطن. لنذكر دكتورة يعني قلتي ضرورة تهيئة الغرفة، وجوب استعمال مرافق صحية منفردة، العزل الصحي يجب أن يتواصل لمدة 14 يوما، الحجر الصحي مفروض على كل القادمين من كافة دول العالم. إذن تجنبا لأي طارئ بخصوص الكورونا، هل من إجراءات إضافية في المجال الصحي بخصوص الإنعاش وحالات الطوارئ؟ سمحني ما فهمتش السؤال. يعني هل اتخذت وزارة الصحة، وأنت كنت مشاركة في اجتماعات، يعني أتصور أنك كنت على علم بالقرارات أو الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة في هذا الشأن، يعني في حالة انتشار الفيروس أو أصبح لا قدر الله وباء مثلا، هل من يعني حالات للإنعاش، هل هناك تونس قادرة على توفير حالات للإنعاش؟ هو بالنسبة أتحدث عن الإمكانيات دكتورة. فهمتك. هو بالنسبة للفروشات متاع الإنعاش ما هو مش يزيدوا بطريقة كبيرة ياسر، احنا كما عملوا إيطاليا مثلا أي فرش إنعاش يكون حتى ما هوش إنعاش طبي، مثلا الإنعاش ما بعد العملية، الإنعاش في الغيانيماسيون أنستيزي متاع مش الإنعاش والتخدير، هذوكم الفروشات الكل مش نوليو نستعملوهم علاش خاطر تويكا بالنسبة للسبيطارات الكل قررنا اللي احنا مدامها فما إمكانية كبيرة أنه الوباء مش يبدأ توا يمشي في تونس، أنه الحالات الغير مستعجلة الكل مش نوليو نخليوها لمبعد، علاش خاطر احنا منحبوش السبيطار يولي هو المكان اللي المرضى مش تمرض فيه، خاطر إذا أنا جاي نكح وعندي كورونا وبحذية عبد آخر مريض بالقلب وواحد آخر مريض بالفدى نجم نعديهم. يعني يجب تخصيص مكان منفرد. احنا تويك السبيطارات الكل قاعدين نخصوا في أماكن اللي مش يمشيوا لهم المرضى بالضبط. اللي هما مش يكونوا عندهم شك في أنهم عندهم مرض الكورونا، هذية في حال أنه المرض مش يتفشى. بالنسبة للوقت الحالي أي واحد في العزل الذاتي وإلا كان عنده علاقة وإلا تواصل وإلا هو قريب إنسان باسو عنقه جاي من فرنسا ولا من إيطاليا ولا أي بلاصة أخرى في الدنيا وحس اللي عنده الأعراض يكلم 190 باش يقول لهم راني عندي سخانة، راني نكح، عندي كحشيحة، راني ضيق في النفس، وقتها هو ما يجيوه باش يعملوا اللازم، يعملوا له التحليل وينقلوه للمستشفى. أما إذا العزل الذاتي مش يصير، وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه في برشا أماكن وقاعد يتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كل يوم فما شكون قاعد يشكينا اللي فما شكون يحوس في البلاد وهو نغمل ما راهو في العزل الذاتي، هنا مش يتفشى المرض في البلاد، ووقتها ما بقاش مش السمو يجي يمشي ماشي جاي على الناس،
مش يوليو الناس هما يمشيو للسبيطارات والسبيطارات كل قاعده محضره روحها باش كيفاش المرضى مشنو المسلك اللي مش يسلكوه، كيفاش هما مش يمشيو، وين الكونسلتاسيون نتاعهم مش تكون، وين الرقاد نتاعهم مش يكون، وين الانعاش منهم مش يكون. نعم، اذا يجب اتباع اجراءات الوقايه كما قلتي لتجنب انتشار هذا الفيروس. شكرا جزيلا لك.